إطلالة سبع شمعة في حفل زفاف، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الثنائي الجميل بسان إسماعيل ومحمود اللي ظهر اليوم وهن عم يجهزوا لحفلة خطبته. وكشفت بسان إسماعيل إنه الحفلة راح تكون شي ما صار، وإنه الحفلة راح تكون كتير قوية. نمر إلى سبا شمعة اللي كشفت عن إطلالتها اليوم في حفل زفاف صديقتها بانا. هاي سناب شات، كيفكن؟ شو الأخبار؟ عم تستنوني؟ طالعت لكم اليوم هيك على المسويات لحتى مسي عليكم وقول لكم مساء الخير و I need coffee. المهم في عندي لكم خبر كتير حلو وهلأ صار فيني أحكي بالموضوع. ما قال لكم أي شيء، بدي بس ناخد لحظة لشعري. تذكروا مبارح كان هيك مشطته، تحممت ومشطته ونفش لأنه طلعت لبرا أجي رفقاتي أخذوني، فما لحقت أعمل شعري. اليوم الصبح فقت وعملت هذا الشعر، شايفين كيف صاير فوليوم من قدام وكل شيء.